والتحية لكل متابعي شاشة دبي ريسنج في انطلاقات أشواطنا في صباح هذا اليوم وسن الثنايا. ومن موقع تحفة الميادين في المرموم تنطلق المسافة 8 كيلومترات لأول يوم تدشين 8 كيلومتر ومسافة الكبار وانطلاقة هذه الأشواط. انطلق الشوط الخامس للإبكار المحليات الثنايا بشعارات أبناء القبائل في هذه المسافة. نسير مع مقدمة الشوط الصميم تقود المشاركات وتتقدم المنطلقات. حمد بن سالم بن سليم الكتبي يقود الصميم على المركز الأول بينما تليها في المركز الثاني. أشوف الدخول والتنافس بدأ من البداية. المركز الثاني الهدة تأتي في المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء، وعبيد بن سلطان بن مرخان الكتبي على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث تتقدم سرابة على ثالث المراكز، محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري على المركز الثالث، ثم أقول المركز الرابع وتندفع على رابع المراكز من الجانب الآخر مشاهدينا الأعزاء اللي هي الشيقة. تتقدم مشاهدينا الأعزاء حمدان بن سعيد بن يابر يقدم لنا حظ بإنجازاتها بانطلاقاتها القوية. يا سلام في أشواط الكاسات في أشواط كذلك الرموز، ولكن شوف هناك الشيجة قادمة بقوة. الشيجة مشاهدينا الأعزاء يا سلام يا سلام يا سلام، هادي بن أحمد بن حسين بالثيمة العامري على الانطلاقات. حظ وشيجة حظ وشيجة مشاهدينا متابعينا الكرام والأمتار الأخيرة. الشيجة مشاهدينا الأعزاء انطلقت إلى مقدمة الشوط إلى مقدمة الشوط. هادي بن احمد بن حسن بالثيمة العامري قدم الشيجة في هذا الشوط، انطلقت الى المقدمة الى المركز الاول بينما حظ تاتي في المركز الثاني، وسرابة هناك من الجانب الاخر مع اليبهوني مع اليبهوني مع اليبهوني. الامتار الاخيرة الشيجة مسيطرة. الشيجة هادي بن احمد بن حسن بالثيمة العامري على مقدمة هذا الشوط. الامتار الاخيرة الامتار الاخيرة يا سلام، هناك سرابة قادمة ولكن الشيجة خلاص. تهانينا تهانينا لهادي بن احمد بن حسن بالثيمة العامري وسلاماتنا لهالي الطوية. بينما المركز الثاني وصلت في سرابة لمحمد بن سهيل يبهوني. المركز الثالث حظ لحمدان بن سعيد بن يابر. المركز الرابع لسالم بن محمد بن عضيري العامري. والمركز الخامس هناك وصلت وصال سعيد بن جعفر بن مرخان. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام الخمس المراكز الأولى. نعود إلى التوقيت الزمني وهذه الشيجة مشاهدينا الأعزاء قطعت 8 كيلومتر في 13 دقيقة 14 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهادي بن أحمد بن حسن بالثيمة العامري على هذا الفوز، بينما وصلت سرابة في 13 دقيقة 15 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري حظ وصلت في المركز الثالث. توقيتها الزمني 13 دقيقة 15 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا حمدان بن سعيد بن يابر على فوز حظ بالمركز الثالث.